لادا جراندا 2022 مانيوال صالون سعة الموتور 1600 سي سي حصان ميكانيكي 87 استهلاك البنزين 7 لتر لكل 100 كيلو السرعة القصوى 172 بلد المنشأ روسيا نوع الجر أمامي الكماليات تكييف ريموت كنترول نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS نظام التوزيع قوة الفرامل EBD نظام إيموبلايزر ضد السرقة وسادة هوائية للسائق قفل مركزي للأبواب إنذار السعر 153 ألف جنيه مصري.